ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. وتعالوا هقول لكم على حاجة عاملة ضجة على السوشيال ميديا، وكل اليوتيوبر اتكلموا عنه والبلوجر، ويا لهوي خارب الدنيا خالص. قلت لا، لازم اجربه. انا عندي حواجبي خفيفة شوية، او وانا صغيرة كانت غزيرة قوي، بس مع الوقت لما كبرت وكده وبدأت اعمل حواجبي بدأ الشعر خلاص ما يطلعش. يعني طبعا في وقتها زمان كان لازم يبقى الخط رفيع، ودلوقتي مش عارفة، عايزة اعمل مايكرو بليدنج. دخلنا في المحرمات والوضوء والصلاة، ما علينا مش هاخدكم في حتة تانية. فقلت لا، انا هجرب السيرم الكوري ده للحواجب وللرموش، وجبته واستخدمته. على فكرة هو انا مستخدماه اكتر من شهرين، يعني هو بتطلع الفرشة ما فيهاش كمية كبيرة. بصوا ما فيهاش كمية كبيرة قوي، فما بتستهلكوش، يعني بيقعد معاك فترة 3 4 شهور. طيب نجيبه ولا لا؟ اختصر له كل الكلام اللي هيتقال بقى، والرغي واللوك لوك 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 لوك، وواو جميل ولازم تجيبيه. وكان بأكتر من 100 جنيه اصلا. تجيبيه ولا لا؟ الناس اللي شعرها خفيف، اللي حواجبها خفيفة او رموشها خفيفة وعايزة تغزرها، ما تجيبوهوش ابدا ابدا. الناس اللي رموشها غزيرة، رموشها قصدي غزيرة بس قصيرة وعايزة تطول تخليها تطول، هتي ده حلو قوي ليكي. والناس برضو كذلك الامر، بس مفيش حد اصلا عايز يطول حواجبه، مش هنبقى يوسف داوود احنا. لا يا رب التنمر، لا. بس فانتي لو عايزة رموشك تغزر، هو انا بالنسبة لي بيطول الرموش، بس الملمس بتاعه بيبقى زي السيرم بتاع الشعر. بصوا زي اي سيرم، يعني انا بالنسبة لي لو عينك، انا عيني ما بتستحملش زيت الخروع، لو عينك هتستحمل زيت الخروع، زيت الخروع بصراحة برقبته، وتشتري ب10 جنيه وحلو وزي الفل. لكن اختصار لكل الكلام، انا ما عجبنيش خالص، ولا يستاهل اصلا الضجه اللي معمول عليه على النت دي، ابدا ابدا ابدا. فيا بنات، يعني نصيحه مني ليكو، اللي عايزه تطول رموشها تجيبه، اللي عايزه رموشها تغزر لا، مش هيغزر لك رموشك، لا هو بيطول الرموش. ومن ناحيه بقى تساقط الرموش بتقع وده هيمنع، لا ما بيمنعش تساقط الرموش خالص. في بيحصل الرموش بتاعتك بتقع والحواجب بتقع عادي وتمام. يعني هو الحل لينا بقى زيت الخروع، لكن انا عيني ما بتستحملش زيت الخروع. لكن لو انت بتستحملي زيت الخروع، هاتيه هيبقى شغال معاكي تمام وحلو قوي، وعلى الاقل هيبقى ال10 جنيه حاجة سهلة هتجربي في مبلغ بسيط. لكن ده ما انصحكوش بيه الا الناس اللي عايزة تطول رموشها بس. ويا رب اكون قدرت افيدكم، وصلوا على المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وافتكرونا بالدعاء ولو بحاجة بسيطة. وباي باي.